الأمس سجلنا خمس حالات يعني خمس حالات منها وفاة. كان منهم يعني اثنين يعني حالات يعني مستوردة بحيث مواطنين عادة من فرنسا، وأيضا حالات على مستوى البوليدة، وتم يعني الكشف عليهم لانكيت ابيديمولوجيك، بينت أنهم عندهم يعني علاقة بالعائلة الأولى اللي تقاست على مستوى البوليدة، بحيث المجموع الكامل على مستوى الوطني أصبح 14 حالة 24 حالة، ووفاة واحد شخص يعني توفى الله يرحمه. واليوم عندنا يعني تقريبا عندنا 10 حالات استشفوا وخرجوا من المستشفى، 8 على مستوى بوفاريك و2 على مستوى معسكر، يعني يبقاو حاليا 14 حالة على مستوى المستشفيات، بحيث البريلافمون